بسان فارس، كاتبة فلسطينية مواليد مخيم يرموك. أنا من قرية الشجرة قضاء طبرية. جيت على الدنمارك بآخر سنة 2014. كنت مدرسة عربي بسوريا، درست أدب عربي بحمص، وجيت لهون بلشت رحلة لجوء جديدة. أنا بعيش بمنطقة يعني بنقدر نعتبرها حدود النرويج، يعني بعيدة عن النرويج شي نص ساعة. منطقة مدينة صغيرة اسمها يورينغ، بعيش مع أولادي رتا وخليل 11 سنة و10 سنين. يعني بالنسبة ل يعني وجودي هون بالدنمارك ما غير شيء كيف بحالة إنه في هذا الشعور هذا الحلم أو الشيء الغامض، الشيء اللي ما معروف، اللي إحنا من دائما نفكر فيه، اللي هو بخلق معنا وعايش معنا إحنا كفلسطينيين، بس إحنا لهلأ ما قادرين نلمسه، اللي هو فلسطين بحد ذاته. أنا عندي مجموعة شعرية اسمها ستائر من زجاج، صدرت بال 2020. صدر لي هذا العام رواية غرفة 28 عن دار يافا للنشر. دار يافا هاي أنا أسستها هون بالدنمارك، وترجمت طبعا هاي الرواية للغة الدنماركية بمساعدة صديقي. وطبعاً الشخصية الرئيسية بالرواية هي كمان فلسطينية، وكان في محاولة لتوصيل بعض الأفكار إنه للقارئ الدنماركي إنه يعني كيف ممكن اللاجئ يكون هو لاجئ، وكيف إنه فكرة إنه هو لاجئ فلسطيني ممكن تكون معاناة إضافية. احنا دائما لازم نحافظ او لازم ندافع عن شيء اسمه وجود فلسطيني، بغض النظر عن الحيثيات الماديه او الحيثيات الملموسه. هذا الشيء بخلي دائما فلسطين تكون معنا وجواتنا وحوالينا، وكل لحظه هي فيها شيء من أنه فلسطين لازم تكون موجودة بأي طريقة من الطرق.